كتيرة في حلقة النهاردة، لكن خلينا نقول لكم أبرز ما فيها من عناوين. الكان في قبضة ملوك الزمان، وسام على صدر فخر الأمة، سيادة الوزير ما هكذا تورد الإبل، واعترافات ما بعد التحول، والابن الأصيل شكرا، والحق ما شهد به المحترم طولان، وأخيرا عاشور وابتدى المشوار. طيب طمناكوا الحلقة اللي فاتت على حسم الأهلي صفقة وسام أبو علي الفلسطيني، وفيها تفاصيل النهاردة، لكن قل لي يعني الجدل دلوقتي بعد ما الناس خلصت من موضوع وسام واطمنت، والحقيقه التقديمه الهائله الرائعه اللي هتشوفوها بعد شويه، بدات الانشغالات كلها عمر خلص ولا لا؟ بتكلم على عمر كمال عبد الواحد. بدايه اذا تحدثت عن هذا الامر اقدر اتحدث عن شيء مؤكد جدا. هذا الامر ياتي ثمره لعلاقه محترمه جدا بدأت باحترام وحب متبادل. الحقيقة لازم ان انا اشيد جدا بالدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، يعني صعب في التفاوض، عايز مصلحة نادي ده طبعا مؤكد جدا، ولكن بيتحرك في إطار مصلحة نادي من منظور احترامه الكامل للنادي الأهلي وحرصه أن تكون هذه بداية لمشوار ناجح جدا بين الناديين. طيب هنيجي أكيد لتفاصيل عمر كمال عبد الواحد بعد شوية، لكن وسام على صدر فخر الأمة، خلينا نقول أنه إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع وسام الفلسطيني وسام أبو علي كانت صفقة مهمة جدا وقضية قوية شوية. أنت تتحدث عن الصفقة ولا عن التقديم ولا عن معنى الأمور وربطها ببعض؟ طب الأول نشوف التقديم، لأنه التقديم الحقيقة بهني كل واحد شارك في فكرته، لأنه كمان كانت رسالة في هذا التوقيت مهمة جدا جدا عن فخر الأمة، عن النادي الأهلي، وعن غزة الصامدة اللي بندعو لها يا رب بمزيد من الصمود والصبر والنصر بإذن الله. نشوف تقديم النادي الأهلي للاعبه الفلسطيني وسام أبو علي النهاردة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إخوتي وأخواتي الكرام، يعطيكم العافية. الحياة لم ولن تتوقف هنا. من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا. نتمنى أن يكون خير ممثل لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق. من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري، كل التحية. خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي. تقديمها ليها معنى، ما هيش صعبة من الناحية الفنية في تقديمها، لكنها عميقة المغزى ومهمة جدا، وفيها ربط رائع وعبقري بالحدث وبممكن تداعياته في تلخيص عبقري للمشهد الراهن على المشهد العالمي. لأهم حاجة العالم يشهدها النهاردة هذه المعاناة التي يشهدها أهالينا في غزة وفلسطين نتيجة اعتداء جائر وظالم. التفاصيل كل
كل لقطة فيها رسالة. فالحقيقة جاء يعني تقدمة جميلة ومعبرة وهائلة. وأصبح الناس يا أستاذ إبراهيم دلوقتي بعد ما شافوا رضا سليم وبعد ما شافوا مودس ودلوقتي بيشوف أصبحوا بيترقبوا التقديمة. التقديمة لأن فيها عمق كلها كلها مش متشابهة، كلها فيها عمق، فيها جمال، فيها شرح وافي للنادي الأهلي وفكره، فيها رسالة، وفيها رسالة عن مغزى أعمق أو من مجرد إنك صحيح صفقة بتلعب وهتجيد بإذن الله، أو يعني بإذن الله يعني تعطي المردود منها. أهنئ كل من هم وراء هذا العمل يعني. طيب، الأهلي أعلن التعاقد مع وسام أبو علي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، علاقة إن شاء الله تعالى تكون مثمرة جدا، ويكون وسام أبو علي اللي شارك النهاردة في المران بتاع النادي الأهلي في ملعب مختار التتش هو الفلسطيني السادس في ارتداء الفانيلا الحمراء بعد مروان كنفاني حارس المرمى الشهير، وفؤاد أبو غيدة المدافع، وإبراهيم المغربي، وفيصل بيبي، وكلهم لعبوا للأهلي في الستينيات. رمزي صالح في عام 2008 حرس مرمى النادي الأهلي، بجانب من الناشئين كان موجود عماد أيوب ومحمد سمارة في قطاع الناشئين ولم يشارك مع الفريق الأول، ومحمود السلمي اللي انضم فعليا ولم يشارك رسميا، وسام أبو علي من مواليد 4 يناير 1999، هنا مع أمير توفيق مهندس هذه الصفقة. ولد وسام في مدينة البرج الدنماركية، بيلعب في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر، طوله 187 سنتيمتر، خاض في مسيرته بالملاعب 176 مباراة، سجل فيهم 73 هدف وشارك في 14 تمريرة حاسمة. في آخر 16 مباراة شارك فيها مع فريقه سيريس السويدي سجل 10 أهداف في 16 مباراة أخيرة له. بدأ وسام أبو علي مع فريق البرج الدنماركي سنة 2016، انتقل لصفوف نادي فين سيسل ومنه إلى صفوف نادي سيلبرج وأخيرا إلى سيريس في العام الماضي. شارك مع منتخب الدنمارك للناشئين في 8 مباريات في أعمار 17 و18 و19 سنة، ولما تعاقد معاه النادي الأهلي طبعا استكمل أوراقه الرسمية بالحصول على جواز سفر فلسطيني، نظرا لأنه فلسطيني ابن فلسطيني، معاه الأوراق الرسمية اللي كفلت لمسؤولي النادي الأهلي استخراج الباسبور الرسمي له من رام الله. صفقة فلسطينية في توقيت مهم جدا. طبعا يعني احنا على المستوى الفني احنا ننظر إليها انها صفقة فنية. على المستوى كمان انها تكون فلسطينية نتمنى لها التوفيق، لانه هيبقى يعني سفير الكرة الفلسطينية الجديد في النادي الأهلي. نتمنى ان يلقى نفس نجاح ابو غيدة ومروان ومن سبقوه. ويحقق اللمعة الحلوة اللي تخلي الناس برضو تشوف ان لا ده القوة الناعمة الفلسطينية متواجدة. يعني انت لما تشوف فنون الفلسطينية عالية جدا، انا الاوان برضو ان الكرة تتواجد على الساحة الاقليمية والدولية من خلال النادي الاهلي. ده كلام مهم جدا. طيب، التعاقد مع وسام العايدي، وسام أبو علي، الصحفي السويدي ماركوس ليدنبيرجس الزميل كريم رمزي في برنامجه في القناة الأولى سأل ماركوس الصحفي السويدي عن ظروف وسام أبو علي وصفقة